السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار العاجلة. استغلال موارد الدولة، نصب مشاريع 2023 أحيلت خلال أسبوعي الانتخابات. فوضى ورصاص حي، حزب سياسي يقتحم مركزا انتخابيا شمال بغداد. السوداني، الانتخابات المحلية استحقاق دستوري مهم. رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجالس المحافظات. قتل إرهابي وإصابة 3 آخرين غرب الرطبة في الأنبار. مجهولون يستهدفون مراكز انتخابية ومقرا للمفوضية في النجف. خروج محطات وقود عن الخدمة في إيران أثر هجوم سيبراني. لا يحتاج لموافقة أربيل، حل وحيد أمام موظفي إقليم كردستان للخلاص من أزمة الرواتب. إليكم تفاصيل الأخبار. كشفت القيادية بتحالف العزم نجاة الطائية اليوم الاثنين 18 كانون الأول 2023 عن استنزاف دوائر الدولة بسبب حمى الانتخابات، فيما بينت أن المشاريع خلال عام 2023 أحيلت نصفها خلال فترة الأسبوعين التي سبقت الانتخابات. وقالت الطائي في حديث لبغداد اليوم أن رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني أصدر 3 توجيهات مباشرة لمنع استغلال إمكانيات وموارد الدولة في الحراك الانتخابي، لكن الحقيقة بان كل شيء مباح من قبل القوى المتنفذة والمهيمنة على القرار في بعض المحافظات، لدرجة بأن هناك استنزافا للدوائر هو الأكبر في كل الدوائر الانتخابية. وأضافت أن إجمالي المشاريع التي أحيلت أو أنجزت خلال الأسبوعين الماضيين يعادل نصف ما أنجز خلال 2023 في صورة تعبر عن الاستغلال الكبير لإمكانيات الدولة وحالة مشاريع بعضها دون أي جدوى اقتصادية، لأن الهدف منها الكسب الانتخابي ليس إلا. أظهر تسجيل فيديوي مصور اليوم الاثنين 18 كانون الأول 2023 قيام جماعة تتبع تحالفا سياسيا بمهاجمة مركز انتخابي شمال العاصمة بغداد لإرغام الناخبين على التصويت لمرشح معين. وبحسب الفيديو فإن جماعة تتبع لتحالف سياسي هاجمت مركزا انتخابيا في منطقة البصام التابعة لقضاء 7 البور شمال العاصمة بغداد لإرغام الناخبين المتواجدين قرب المركز على التصويت لمرشح ضمن التحالف. وأبلغ مصدر أمني بغداد اليوم أن القوات الأمنية تدخلت لإبعاد هذه الجماعة عن المركز وفتحت النار بالهواء لفك الاشتباك بينهم وبين الناخبين. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني اليوم الاثنين 18 كانون الأول 2023 أن الانتخابات المحلية استحقاق دستوري مهم فيما دعا للمشاركة الفاعلة في الانتخابات. وقال السوداني في تصريح صحفي لوسائل الإعلام وتابعته بغداد اليوم أن الانتخابات المحلية استحقاق دستوري مهم، مبينا أن مجالس المحافظات ركن تنفيذي مهم بالدولة. وأضاف أن مجالس المحافظات ستكون مساندة للحكومة في برنامجها، لافتا إلى أن المفوضية بذلت جهودا استثنائية لإكمال كل المتطلبات العملية الانتخابية. ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات مشيدا بدور الأجهزة الأمنية التي بذلت جهودا استثنائية خلال الانتخابات. أدلى رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني اليوم الاثنين 18 كانون الأول 2023 بصوته في التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات. وفي صباح اليوم من افتتاح أبواب الاقتراع أدلى كل من رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم وزعيم ائتلاف دولة قانون نور المالكي بأصواتهم في التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات في فندق الرشيد. وانطلقت عملية التصويت العام لانتخابات مجالس المحافظات اليوم الاثنين 18 كانون الأول 2023 في عموم محافظات العراق عدا محافظات إقليم كردستان. أعلنت وزارة الدفاع اليوم الاثنين 18 كانون الأول 2023 عن قتل إرهابي وأصابة 3 آخرين بقضاء الرطبة في محافظة الأنبار. وذكرت الوزارة في بيان تلقته بغداد اليوم أنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من قبل الاستخبارات العسكرية وبمحاولة يائسة من عناصر داعش الإرهابي للتعرف على إحدى النقاط التابعة للفوج الأول
لواء المشاة 19 الفرقة الخامسة في منطقة تلة أرضمة قرب معمل زجاج غربي قضاء الرطبة، أدت تعرض إلى قتل أحد الإرهابيين، فيما تم إصابة 3 آخرين لاذوا بالفرار ولا يزال البحث جار عنهم من قبل أبطال الجيش. أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين 18 كانون الأول 2023 باستهداف مركز انتخابي في مدينة النجف، فضلا عن استهداف مكتب للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال المصدر لبغداد اليوم إن مجهولين قاموا بإلقاء رمانة صوتية على مركز انتخابي في مدرسة ميسان الابتدائية الواقع في قضاء الكوفة بحي ميسان، لافتا إلى عدم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية. وأضاف إن مجهولين آخرين قاموا باستهداف مقر مفوضية الانتخابات ضمن حي الأمير بواسطة صاروخ قاذفة، ولم يتم تسجيل أي أضرار بشرية في الحادث. وفي صعيد ذا صلة أخبر مصدر أمني آخر بغداد اليوم بأن أشخاص مجهولي الهوية قاموا بإلقاء رمانة صوتية على مركز انتخابي في مدرسة العقيلية الواقعة في شارع الجسر ضمن قضاء الكوفة دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية. أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم الاثنين 18 كانون الأول 2023 بخروج بعض محطات الوقود عن الخدمة بسبب هجوم سيبراني من قبل الكيان الإسرائيلي. ونقلت الهيئة عن نائب وزير النفط الإيراني جليل سالاري أنه بسبب وقوع هجوم سيبراني على نظام تزويد الوقود فقد حصل خلل في هذا المجال. ولفت سالاري إلى أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 60% من المحطات في البلاد تواجه مشاكل بشأن قضية العمل وفق نظام بطاقة الوقود. وأضاف خلال الساعات 5 و6 القادمة ستعود جميع محطات الوقود إلى حالتها الطبيعية، وزملائنا ينشطون في 37 منطقة توزيع وقود في البلاد، وسيتم حل المشكلة أولا في المحطات التي لديها كان لها أكبر عدد من الزبائن، وفي الخطوة التالية سيتم تفعيل المحطات الوسيطة ثم المحطات ذات الزبائن الأقل. اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق غالب محمد اليوم الاثنين 18 كانون الأول 2023 إن ربط رواتب الموظفين في إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية هو الحل الوحيد للخلاص من الأزمة المالية. وقال محمد في حديث لبغداد اليوم إن الأزمة المالية الحالية في إقليم كردستان سببها عدم وجود سيولة مالية نتيجة لعدم صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم وتأخيرها لأكثر من 3 أشهر. وأضاف إن ربط رواتب الموظفين مع بغداد وعن طريق نظام الماستر كارد هو الأمل الوحيد للخلاص من الأزمة المالية، كون دفع رواتب الموظفين بشكل منتظم دون تأخير سينهي الأزمة وينعش القطاعات الاقتصادية وأسواق الأقليم. وأشار محمد إلى أن ربط رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية لا يحتاج إلى موافقة حكومة الأقليم، كون هنالك فقرة في قانون الموازنة تمكن بغداد من دفع الرواتب باستقطاع من الإيرادات.